علشان في حقك أنا مقصر، همي تنساني همي يا جارية جوا دمي، يا غالية زي أمي، يا داويلك أي جرح طبطبت كتير عليا، لو نكرت ده عينيا يبقى ما تمرش فيا لا عيش ولا حتى ملح. همي نساني همي يا جارية جوا دمي، يا غالية زي أمي، يا داويلك أي جرح طبطبت كتير عليا، لو نكرت ده عينيا يبقى ما تمرش فيا لا عيش ولا حتى ملح. زعلانة وجاية حايلي من آخر الدنيا جايلي، أنا اتمديت واديني جيت أرد لك جمايلك وداوي لك أي عملت جريمة يا بنت. احنا لازم برضو نراعي اصول البلد. بلد ايه يا ماما؟ انتوا ما تعرفوش حال البلد بقى ايه. سمولة اتغيرت، كل حاجة اتغيرت. عارفة الولاد اللي عكسوني قالوا لي ايه؟ تريقوا عليا، قالوا دي ما تنفعش بنت من اصل، ونشكوا في لسانهم ده انت بنت ونص وست الستات كمان.
العيال صغيرين ومش فاهمين حاجة. بالعكس يا ماما، دول عارفين كل حاجة، حتى الحاجات اللي جوانا وبنحاول نداريها. ما كان كفاية بابا اللي حضرتك عملته وسبحتهم على كده. ما هو أصل بصراحة الجيل ده كله كده. بلاش الشماعة دي يا أشرف، ما يصحش نقف نتفرج يا ابني ونقول الجيل كده، يبقى احنا المسؤولين عنه. محدش يا ابني بيتولد مشاغب ولا بتاع مشاكل. بس انت كده يا جمال بتحمل نفسك ذنب اهله. اذا كانوا هم اهملوا يا فاطمة انا ما اقدرش. يا بابا يا حبيبي انت مكبر الموضوع قوي قوي، دول عيال ودي مجرد معاكسة عادي يعني. امال بقى لو حضرتك جيت عندنا الكلية وشفت البلاوي اللي بتجرى فيها كده. عال الله، رايح فين؟ ما تشرب الشاي. الحمد لله شربت. طيب هو انا قلت حاجه غلط يا عمتي؟ ما تنهدوش في ابوكوا بقى، ابوكوا صح. الله يكون في عونك يا جمال يا اخويا، ربنا يقويك عليهم. الولدين كانوا عارفين انها بنت العمر وان اخوها مدرس في المدرسه، ومع ذلك اتجرأوا عليها. انا مش عارف ازاي غفلت عنهم المده دي كلها. يا جمال يا حبيبي انت اخلاصك مشهود بيه من كل البلد، بس كل ده على حساب صحتك. الولاد دول يقعدوا في المدرسة ساعتين ثلاثة وبعدين يروحوا يفتحوا التلفزيون أو الدش أو يقعدوا على النت طول الليل. ساعات بقى ينزلوا المنصورة أو يروحوا طنطا يعيشوا زمانهم ويتأثروا باللي فيه، واللي فيه كتير قوي 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 يا جمال. وفين أخلاق سمول من ده كله؟ الله، أنا برضو اللي محبكة زاد عن اللزوم. أنت بتطلب الكمال، وأنا عايز أقول لك حاجة يا حبيبي، ما تطلبش الكمال أبدا، لأن الصورة عمرها ما هتبقى كاملة زي ما أنت عايزها. أستغفر الله العظيم. يا حبيبي أبوك طول عمره كده. أيوة يا عمتي، بس مش المهم دلوقتي، المهم اللي جاي. أنت عارفة إن بابا فاضل له شهر وهيطلع معاش، والمدرسة دي بالنسبة له بيته. تخيلي بقى واحد هيخرج من بيته غصب عنه، تفتكر هيعرف يرتاح؟ يلا انا هروح على المزرعة احسن، اتأخرت. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله وبقيت تفهمها وهي طايرة يا أشرف. الله يكون في عونك يا جمال يا أخويا. هتعمل ايه صحيح بعد ما تطلع على المعاش؟ ربنا يعينك. رحت اسحب شهاده التخرج من المحله، عديت عليك في المدرسه. ييه ماما نعمات عملتها حكايه. الامر بتاعي بقى كان عاوزني في ايه؟ اتكلم معاك. تتكلم معايا؟ وش معنى يعني في المدرسه؟ حتى انت يا عاطف. خلاص 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 بالراحه، ما تزعليش، بهزر معاكي يا حبيبه قلب عاطف. ما انت عارف ان ابويا وامي ما بيفهمونيش، وعصام مش هنا خالص، حتى مراتك الدكتوره نهله مشغوله على طول. في دي بالذات عندك حق، بس اقول لك على حل تاني، ممكن تصاحبي ضحى بنت عم الجمال. ضحى ملهاش صحاب، وبعدين عمرها ما قربت مني حتى لما انت اتجوزت اختها. خلاص بقى اختي العزيزه، ما قدامكيش حل غير اخوك الغلبان ومختار. لولا ان الجماعه فاهمين او بيتمنوا يعني ان يبقى بينا حاجه، بس انا بحب مختار فعلا، زيك وزي عصام اخويا وطول عمره اخويا. نفسي يا نعمات يكون ليها نصيب معاه. انت اللي بتقول كده يا حاج. الله، ايه يا نعمات، هو عيب ان الواحد يتمنى لبنته عريس زي مختار؟ انا ما اقصدش، انا بس اقصد يعني انت مش هتلومها انها راحت المدرسه؟ اسمعي يا نعمات، احنا اللي مربيين الاتنين، اذا كان مختار ولا سلمى، الاتنين طالعين من تحت ايدك انت، يبقى عيب عليا لو أظن فيهم بعد كده. وبصراحة مختار ابن حلال، ما شفناش منه إلا كل خير. من يوم ما دخل هنا والده توفى في حادثة بيت السامولي، وراها والدته على طول، فاكر؟ أيوه، كان لسه صغير، كانت الأحزان بتطل من عينيه، كان عامل زي راجل في جسم طفل. كنا ثلاثة أخوات وهو رابعنا، وكان بيخاف عليا زيكم بالظبط، وبيحبني زيكم بالظبط. لما كبر يا نعمات
وحس ان قعدته هنا محرجة عشان خاطر سلمى، صمم يروح يقعد لوحده في بيت ابوه. ولما لقي مصاريف الكلية بتاعته كتيرة راح اشتغل في مزرعة جمال راشد عشان يصرف على نفسه. كان يقدر يستغل عطفي ويفضل قاعد في بيتي ويخليني اصرف عليه لحد ما يتخرج من كليته، او قال لها كان يشتغل في مزرعتي. انما ده راجل اصيل ووفي حتى الجمال راشد. مين يا نعمات ما يتمناش واحد زي ده يبقى جوز بنته؟ بصراحة انا مش هزعل لو عرفت انها ميلاله، لان بصراحة اكتر بتمنى انها تبقى مراته، ومستني اليوم اللي يجي يطلب ايدها مني. هما اللي علموني احب مختار زي اخوي، زي ما كبرنا بنحب ماما نعمات على انها امنا وهي مرات ابونا. صعب يا عاطف ان انا احب مختار على انه حاجة غير اخوي، زي ما صعب نحب ماما نعمات على انها حاجة غير امنا. لكن يعني برضو من غير برضو على حاجة يا حبيبتي، كلنا عارفين كويس قوي ان انت ومختار اخوات. كملي يا سلمى، قولي فضفضي. انا نفسي اقول وفضفض. خلاص بقى خلاص، يلا يلا عشان تلحق دكتور الاهل. اه صحيح معك حق، بعد اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لسه هنا يا عاطف؟ لو مؤاخذة حاجة، اصل افتكرتك نمت فكنت امشي من سكوت عشان ما اعملكش اي ازعاج. لا انا صح ولسه ما نمتش. اقعد يا ابني عشان عاوزك. خير يا حاج؟ قول لي يا عاطف يا ابني، انت مش ناوي بقى تفرحنا بخلفتك؟ ان شاء الله يا حاج ان شاء الله. طب قول لي بصراحة، انت متفق مع مراتك على حاجة ومش عاوز تعرفنا؟ لا ابدا يا حاج. امال ايه يا ابني؟ مفيش حاجة يا حاج، دي كلها بس حاجات بايد ربنا. ونعم بالله يا عاطف، بس برضو المفروض نسعى لها برضو. قصدك؟ ايوه يا عاطف يا ابني، قصدي تروحوا للدكاترة، والمفروض ان هي اللي كانت تنبهك لحاجة زي كده. امال لو ما كانش دكتورة وفاهمة؟ انت الغلطان انك تخبيتها لهم اتفاقنا من الاول. ما اقدرش اجرح مشاعرهم يا نال. هتجرح مشاعرهم في ايه انك تقول انك مأجل الخلفة عشان خاطر ظروف مراتك لحد ما تناقش رسالتها وتاخد الماجستير؟ برضو سبب مش كافي بالنسبة لهم، عايزين يطمنوا على ابنهم ويفرحوا بأحفادهم. من حقهم يا حبيبتي. ان كنت خايف تقول لهم هقول لهم انا. خايف من ايه بس؟ دي مراعاة خواطر مش اكتر. اهي مراعاة الخواطر دي جت على حسابي انا. على حسابك ازاي يعني؟ هما مش دلوقتي فاكرين ان تأخير الخلفة ده بسببي انا؟ امال بسبب مين يا نهلة؟ مادام جبت بقى ألبوم الصور وفتحته كده تبقى أكيد قلقان على الأولاد. جمال جمال. أيوة حبيبتي، أنت مش قلتي هتعملي قهوة؟ وحبيبتك بقى عملت لك القهوة، اتفضل. تسلم إيدك. بقول لك يا بطة، هي مش نهلة يعني اتأخرت شوية في الخلفة؟ بس ايه اللي فكرك دلوقتي بالموضوع ده؟ انا امتى نسيتها بس عشان افتكرها. يا رب يا رب تكرمها بالذرية الصالحة وتشيل ولادها عن قريب. يا ترى هيتربوا على ايه؟ هيكون زمانهم شكله ايه يا بطة؟ بقول لك ايه، روح كده واشرب فنجان قهوة المظبوط اللي انا عاملاهولك، وما تفكرش في اي حاجة. Thank you.
مصطفى، الحمد لله على السلامة يا حاج، منور محلات الدهان كلها. ازيك يا مندوح؟ الحمد لله يا حاج. أخبار الشغل إيه؟ فل بنفسك يا حاج. أمال ناجي فين؟ والله عارف، ده سايب الشغل وداير تلف يا أستاذ. ده كان مشوار صغير يا حاج، ساعة ورجعت على طول. الشغل ما يتسابش ولا دقيقة. عشان قاعد طول النهار والليلة لف وادور عشان احافظ لكم على مالك وازوده، وانت سايبه يتسرق. سرق؟ مفيش حد بيسرق في المحل يا حاج. وبعدين عم ممدوح كان هناك. محدش هيحافظ على مالك زيك. واذا كنت مش قادر سيبه او ابعد عنه. لا يا حاج ما تقولش كده. هو ناجي يقدر يستغنى عنك برضه؟ طبعا ما يقدرش يستغنى عنه. خلاص يا ابو علاء، هو غلط بس عرف غلطته. وان شاء الله مش هيكررها تاني. الله جرى يا سرايا، هو عيل صغير عشان هتننيه؟ ده راجل ومتعلم وخريج جامعه، يعني فاهم كويس هو بيعمل ايه. ولا مش عارف العز اللي انت فيه ده جه ازاي؟ وابوك تعب قد ايه لحد ما عمل المملكه دي؟ عارف يا حاج. وطبعا عارف حدود مملكتك. عارف وحافظ يا حاج. مصنعين ملابس جاهزه، ومحلات بيع في المحله وفي طنطا. ده طبعا غير الشركه. تفتكر حاضر اتابع كل ده بنفسي؟ ليه يا حاج بتقول كده؟ ما احنا معاك اهو. معايا مش لمصلحتي لوحدي، لمصلحتكوا قبلي. في الاخر المال ده هيبقى ملكوا. ولا دي كمان مش عارفها؟ بعد عمر طويل يا حاج عارف. ولما انت عارف سبت مالك ورحت فين؟ ندوه ادبيه في قصر الثقافه. ندوة أدبية في قصر الثقافة، هو ده اللي بناخده. أنت عجيب يا أخي، عجيب والله. نبي علاء نقطني بسكرتك. كان لازم تقول له يعني أنت فين بالظبط؟ هو لازم كل مرة يسمعني المحاضرة دي. أنت عارف أبوك يا أخي. وبعدين هو خلاص كان قرب إيه؟ جبت أنت سيرة قصر الثقافة شعللته تاني. وقصر الثقافة كان عمل له إيه أصلاً؟ ما أنت عارف أبوك يا أخي. بتضايق من حكاية الأدب والفن والكلام ده. انا مش عارف، كنت اقول له انك في اي حته ثانيه والسلام. يعني عايز نكذب؟ واكذب ليه علاء وانا بعمل حاجه غلط؟ ولعلمك بقى الكذب هو اللي بيبوظ الناس. انا ما جبتش سيره الناس، انا بتكلم عليك انت وابوك. هو اللي شايف ان الحاجات دي كلها غلط. عايزني اسيب حلمي عشان كده علاء؟ ما حدش قال لك سيبه، بس ابعده عن الشغل، ابعده عن ابوك. وبعدين بصراحه كده يعني حكايه الادب دي والكتابه هتجيب لك فلوس زي اللي بتجيبها لك تجاره الملابس؟ يا علاء دي مش لعبة فلوس، دي موهبة، حاجة جميلة ربنا سبحانه وتعالى اديها لك. يوم ما تهملها وتسيبها يبقى كأنك بترفض نعمة ربنا. وبعدين من فضلك بلاش الكلمتين بتوعه دول بتوع كل مرة. لعلمك في كتاب كبار جدا شافوا شغلي وعجبهم قوي وشجعوني. انتوا اللي مش فاهميني علاء. أنا عايزك تحضر معايا مناقشة الرواية بتاعتي. تاني؟ على فكرة بقى المرة الجاية أبوك هيموتك. يبقى يموتني ولا يعمل اللي هو عايزه. المهم تيجي معايا وتشوف اخوك جامد قد ايه وانتوا ظالمينه قد ايه. تعالى يا عاطف اتفضلوا الشاي. شاكرين يا عاطف. شوف يا سيدي حماك وتحكماته. قصدك يابا شوف حماك ومبادئه. الله، ده انت معاه بقى. دي مش محتاجه سؤال يابا، طول عمري مع عم جمال قلبا وقالبا. ده مش ابنك لوحدك يا منصور، ربنا يبارك لك يا عاطف يا ابني. لما كنت تلميذه شفت اخلاصه وتفانيه، ولما كبرت ورجعت المدرسه وانا مدرس لقيته زي ما هو، ما تغيرش، نفس مبادئه وقيمه واخلاقه كله زي ما هو. بجد عم جمال راشد ده شيء مثالي. عارفه انا لو بايدي خليته مدير المدرسة دي طول حياته. هقول لك ايه؟ لو تحبيني قد ما بتحبي بابا. أنا بحبك قد الدنيا دي كلها. لا ما هو واضح. الله، أنت لسه زعلانة من موالي إياه ولا إيه؟ عاطفة أنا عايزة أقول لك على حاجة. الأمومة دي عاطفة موجودة جوانا، وأنا زي أي ست نفسي أكون أم. بس أنا خايفة أظلم ابني أو بنتي اللي جاي، مش عايزة أخد من وقتي وأديه لشغلي ودراستي. أنت
طيب ما والدتك وماما نعمات قالوا لك خلفي ومالكيش دعوه انت، واحنا هنربهولك. لا انا ابني ما حدش هيربيه غيري. وبعدين يا حبيبي خلاص هينت، ويا سيد التاخير ده يمكن يكون في مصلحه عمك جمال اللي انت بتحب. ازاي يعني؟ مش احنا لما نخلف عمه جمال ده يبقى جده، يبقى جده والمعاش في وقت واحد، مش حرام بالذمه؟ والله انا ما عارف يوم هيعمل ايه. انا بفكر يوم ما اروحش المدرسه مش هقدر اشوفه. واذا كنا اليوم نودع الاستاذ جمال راشد كمدير للمدرسه فنحن لا نودعه ابدا كاب واخ للجميع، ونعده ان نسير على الطريق الذي رسمه لنا، ونتمنى له السعاده والتوفيق. اخيرا هنخلص منه. كفايه خانقه يا راجل. في ناس بيعتبروا اليوم ده بدايه حريتهم، بس عم جمال هيبقى كانه بيفقد حريته. حضرتوا الهدايا؟ انا جبت واحده. انا ما جبت ثلاثه. شغال. اتفضل الشاحك. تأمرني بحاجة يا حاج؟ بص بسرعة يا حازم. تحت أمرك يا حاج. تهنئة وشكر. العاملون والطلبة بمدرسة سامول الثانوية المشتركة يهنئون الأستاذ جمال راشد مدير المدرسة لبلوغ السن القانونية للمعاش، ويتمنون له حياة سعيدة موفقة. والله كبرت يا جمال، فكرتنا كمان إن إحنا كبرنا. ألف شكر يا جماعة، بس ده كتير والله قوي. اتفضل يا أستاذ جمال. أيوة. إخلاق الطرف. متشكر قوي. أتكل على الله أنا بقى. هنوصلك عم جمال. لا من فضلك أرجوك عشان خاطري. إزاي بقى؟ أرجوكم من فضلكم عشان خاطري. على راحتك يا أستاذ جمال. يلا يا جماعة، كل واحد على شكر. ربنا يوفقكم. مع السلامة. مع يلا سلام. انا بقى راح فين؟ انا عايز افهم انت خاطفني يعني ولا ايه؟ يا ابني النهارده مناقشه الروايه بتاعتي. طب وانا مالي يا ناجي؟ مش عايز تعرف اخوك عامل ازاي في مجال الادب ولا ايه؟ يلا ما كانش ينفع يعني اجيب عربيتي عشان تسيبني وتمشي من اي شارع جانبي؟ ما انا عارف حركاتك علاء. يلا بينا بقى. انا بس هي الناس دي راحوا فين كده؟ الناس دي كلها جايه تتفرج عليا النهارده وانا بناقش الروايه. عارف مين الناقد اللي جاي النهارده؟ لا مش عارف طبعا. تعالى وانت تشوف. هذه الروايه تقدم لنا كاتبا واعدا يملك أسلوبا متميزا
ويملك في نفس الوقت أدواته ويملك أسلوب متميز في كتاباته ومفرداته ألفاظه. ولكن إن هذه الرواية في نفس الوقت يشبه أخطاء البداية وبراءة الكتابة للمرة الأولى، فنجد أن هناك قلة خبرة وهناك عدم تواصل ما بين العلاقات وما بين الصور والمفردات اللغوية المطروحة. أما من الناحية التحليلية لهذه الرواية فنجد أن هناك افتقار لموضوعية الحبكة، وهناك أيضا افتقار لطبيعة الصراع، وافتقار للذروة، وافتقار للحل، بل أن هناك رؤية ضبابية في التوصيل اللغوي ما بين العلاقات وما بين رسم الشخصيات المطروحة. ولكن أنا في النهاية أمام رواية طيبة ومتميزة وحديثة، إذ إنها تملك كافة الأساليب الدرامية المتميزة من حيث رسم الشخصيات والإيقاع والتواصل اللغوي، ونحن أمام موهبة طيبة لكاتب رائع أتمنى أن يستمر وأن يقدم أعماله المتميزة دائما دائما. أحسنت يا أستاذ. يا لهوي، هو في كده؟ نفسي أعرف كنت بتضحك ليه فوق. الراجل اللي فوق ده بذمتك أنت فهمت منه حاجة؟ ما هو ده الفرق بيننا وبينهم علاء. بيننا وبين مين بقى؟ العالم المتحضر اللي القراية والثقافة بالنسبة له زي الأكل والشرب بالظبط. دخلنا في الغريق إحنا. مش معنى إن الناس ما بتقراش علاء إن الواحد ما يكتبش. لازم نحط إبداعاتنا وأفكارنا على الورق، وهيجي اليوم اللي يجي فيه جيل يفهم ويقدر إحنا بنقول إيه. حلو قوي. على ما يجي الجيل ده بقى تعالى أعزمك في المنصورة حتة دين عزومة. طب تعالى نروح البيت الأول. يا عم أنت مستعجل على إيه بالراحة؟ بقول لك إيه، هنغير هدومنا وننزل على مصر، هسهرك سهرة نسيب فيها اسمك. يا عم خلينا نقعد. نقعد إيه بس؟ نقعد نعمل إيه؟ بقول لك إيه؟ اسمعني كويس، تعالى نقعد هنا شوية. بصراحه كده شغلات الكتابه والثقافه دي بتاكلك عيش. يا علاء انا قلت لك دي موهبه، مش عايز اكل منها عيش يا اخي. خلاص بقى، يبقى الشغل اللي بياكلك عيش اولى. لو عايزها تبقى مصدر دخلي اقدر، بس ده لو احترفت. احترفت وهتلعب فين بقى ان شاء الله؟ في اندرلخت. يا اخي بلاش هزار، بقول لك احترف الكتابه. وانت طول تحترف زي بتوع الكوره. ماشي حبيبي. تعرف الثلاثيه بتاعت الاستاذ نجيب محفوظ؟ استاذ نجيب محفوظ السكرية قصر الشوق بين القصرين. ايوه بتاعت امينه وسي السيد. سي السيد يوسف شاهين ده كان ولد. يوسف شاهين؟ يا علاء انت قلت لي اقول لك حاجه بالعربي، لا انت عارف الاستاذ نجيب محفوظ ولا عارف تفرق بين يحيى شاهين ويوسف شاهين. علاء انا فعلا ضيعت وقت ان انا اتكلمت معك في الفن. تصبح على خير. طب امال انت قصدك مين اللي عمل الدور؟ قصدك على الثلاثيه الثانيه يا عم بتاعت محمود مرسي ده، انا حافظها صم. انا استنيت عليك لحد ما تروح اهو. قوم بقى وبطل دلع. هو انت اول واحد طلع على المعاش ولا اول واحد طلع على المعاش؟ ولا يعني عشان شويه عيال مخهم طائق؟ الله، ما تقوم يا واد يا سي الاستاذ جمال. ما يلا تقوم بقى. سلام يا زينب، هقوم اعمل ايه بس؟ يا سلام، ده انت في رقبتك يجي مليون مشكله. قوم شوف ولادك واحوالهم، قوم روح المزرعه بتاعتك اللي انت رامي حملها كله على كتف اشرف ابنك، ولا روح دوار العمده عشان تحضر مجلس سمور اللي انت بدعتهولهم وجاي دلوقتي عايز تقاطعهم. فاكر يا زينب لما قلت لهم عليه وضحكوا؟ ايوه، قالوا لي انت هتعمل مجلس شعب ولا مجلس شورى؟ قلت لهم لا، هعمل مجلس سمور. واهو اتعمل، ولما رجاله البلد كلهم على خير وحل مشاكل كتير وزه هموم كتير قوي قوي قوي، والبلد اتشهرت بيه والبلاد اللي جنبيها بقت تقلدها. سلام عليك يا زينب، مش قوي كده. لا ده قوي ونص وثلاث ارباع.
وسامول واهلها اللي شايلين جميلك يشهدوا بكده. يلا قول قوم، مش جمال اخويا اللي يقعد القعده دي، قوم. طب اقول لك ايه؟ لا قوم وتديني ما شاء الله دي. امشي كله النديه. ربنا يخليك ليا يا زينب، ولا يحرمنيش منك ابدا. يخليك ليا يا اخويا، وخلي حسك في الدنيا دايما. ايه حكايتكم يا ولاد؟ عزومه فجاه كده؟ مش عزومه يا عمي ولا حاجه، دول زمايلنا في المدرسه عاملين لحضرتك حفله شاي صغير. دلوقتي وفي المدرسه؟ هتكسفنا برضو عمي، متعشمين فيها انا ومختار قوي، وقالوا ان حضرتك يستحيل تقول لنا لا. ها؟ ولا هتكسفنا احنا كمان؟ لا يا حبيبي يا عمي، ثواني البس واجي لكم. حاضر. طب ايه رأيك بقى ان انا مش هرد على تليفوناتك تاني؟ طيب طيب ما تتضايقش كده. هرد. بقول لك ايه، هشوفك بكره ان شاء الله في المحاضرات. طب اوعى تتأخر، انت لو اتأخرت بقى ماليش دعوة. ضحى. طيب يا حبيبتي هكلمك انا بعدين. اوكي باي. كنت بتكلمي مين يا ضحى؟ حضرتك محتاجة حاجة يا عمتي؟ انتي ما رحتيش معاهم الحفلة ليه؟ معقول يا عمتي؟ يعني انا هسيبك في البيت لوحدك؟ طب ما طلعتيش تقعدي معايا في الأوضة فوق ليه؟ يا عمتي يعني يرضيكي اسيب مذاكرتي؟ طيب عن اذنك بقى يا عمتي. ايه؟ هتذاكري في التليفون؟ لا انا بقول يعني عشان لو رن ولا حاجة. لو رني يا اختي هرد انا. حاضر يا عمتي ردي. موالك لسه طويل قوي مع اولادك يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي اقول حاجه عن استاذ جمال قبل ما اتكلم. في ناس ربنا جعلهم لقضاء حوائج ناس، استاذ جمال راشد واحد من الناس دي. استاذ جمال راشد زرع جوانا القيم، المبادئ، المثل، كان بالنسبه لنا بمثابه الاب والاخ وحاجات كتير قوي. فانا مش هقدر اقول له غير حاجه واحده بس، هتوحشنا يا عم جمال، هتوحشنا يا عم جمال. دلوقتي الكلمه الأستاذ نبيل ناظر المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قررنا نجمع أبناء الأستاذ جمال اللي كانوا طلبة عنده في وقت من الأوقات، تصورنا إن المهمة صعبة، يعني من الصعوبة أن تجمع كل هؤلاء في وقت واحد، ولكن عكس ما توقعنا كانت الاستجابة سريعة، وهذا يدل على فضل هذا الرجل على كل الموجودين. إن الحاضرين منهم الدكتور، منهم المحامي، منهم الصيدلي، منهم المدرس، منهم من يعيش في سمول، ومنهم من يعيش خارج سمول، كل واحد يحمل لهذا الرجل عرفان وتقدير بالجميل. دلوقت؟ لا 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 دلوقتي إيه، استنى شوية لما يبتدي كلام عشان تبقى بالشفا. طب هي الصواريخ دي هتعمل إيه بالظبط؟ هتقلب الحفل. الوحيد الذي دفعه للحضور الى حفل تكريم الاستاذ جمال الكلمه له فليتفضل مشكورا. الحقيقه ما قدمتموه لي كثير جدا، افخر بي، خاصه ومن قدم لي هذا هم اطباء ومهندسون وعلماء في شتى فروع العلم، وانني افخر انهم من اولادي. فما قدمته لكم قليل، ولكن ما قدمتموه لي ولمصر كثير. شكرا لكم، وفقكم الله.
اشرف وعاطف ومختار كانوا هيقطعوا العيال دي. يا سيدي الحمد لله رجعت على كده يا حاج منصور. الحمد لله، وانا كده اطمنت عليك ووصلتك لحد باب بيتك. اقدر اقول لكم دلوقتي تصبحوا على خير. الله، انت جاي توصلني ولا ايه؟ ما تيجي نقعد شويه يا راجل. لا معلش، بس عاوزك تفضلي نفسك يوم الخميس ان شاء الله. معقول يا عم منصور هتيجي لغايه هنا وما تشربش كوبايه شاي؟ كفايه سهر لحد كده يا اشرف يا ابني. يلا تصبحوا على خير. طيب يا سيدي استاذ جمال. نعم يا استاذ جمال. نعم يا سيدي. يعني انت عاوز تروح تنام وسايب ابني؟ يرضيك يا عمده ابني ينام في الحجز عشان كان بيلعب بالصواريخ؟ وانت يرضيك اللي كان هيعمله ابنك ده؟ لا ما يرضنيش، بس يعني ما اتحبسش عشان خاطر كده. بقول لك ايه، ابنك محتاج حزمك قد حنيتك، محتاج شدتك قد لهفتك عليه. ها ابنك في البيت دلوقتي، انا كلمت الضابط قبل ما يروح. اتفضل. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. ها يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج انس، شرفت. يلا يا ابني يلا. احلى كوبايتين شاي لاحلى نهبه. هكمل يا عاطف النهارده. ولا حاجه يا ستي، كان في ضابط شرطه من تلامذه الاستاذ جمال موجود في الحفله. السواق بتاع البوكس بتاعه شاف العيال دول قبل ما يحرقوا الصواريخ، خدوهم على المحله وكانوا هيبيتوهم في الحجز. تصوروا لولا مين؟ مثل الاعلى الاستاذ جمال. على فكرة يا نهلة، كلهم سألوا عليك النهاردة. انت شايف يا عاطف، خرجت وانا شغالة ورجعت وانا شغال. انا بعتذر لبابا. صبوها وعزومة عمك منصور الخميس اللي جاي ده، ماما نعمات مأكدة عليا انك لازم تيجي. ربنا يسهل. ربنا يسهل. بالمناسبة بقى، هنتعشى ولا ايه؟ لا انا ماليش نفس، على فكرة انا محضرة لك عشاك بره. عارف يا جمال، انا ارتحت قوي لما عرفت ان نفسيتك اتحسنت، وبكره بقى عايزك تعيش حياتك، المزرعه والاولاد ومجلس سمور. مزرعه والاولاد ومجلس سمور، يا خبر ابيض. كل ده يا فاطمه؟ اظن زينب هي اللي حفظت الكلمتين دول. صدق باخلاصك، هما اللي بيخلوك تقولي احلى كلام. حبيبي يا جمال، محدش غيرك انت بيعرف يطلع عندك جوايا. انا محدش غيري عارفك يا بطه. بطه معقوله لسه فاكر؟ المفروض ننسى ولا ايه؟ على اي حال يا حبيبتي، اذا كانت المدرسه هي اللي كانت شغلاني عنك، انا خلاص فضيت وقعدت لك. الله الله، ده بقى جمال حبيبي، انا خلاص اطمنت عليك. عارفه يا بطه اللي حصل الليله دي خلاني اعترف ان كل اللي عملته السنين اللي فاتت ما راحش احضر. من بكره ان شاء الله هكمل رسالتي، وكان الاسلوب هيختلف. اختلف؟ اختلف ازاي؟ يختلف وخلاص. حبيبي يا جمال. حبيبتي يا بطة. بعشق ترابك اللي فوق بدوس، واخدك في حضني وفوق دماغي جابوس. انا اللي بيكي مغرم مهووس، وانت اللي فيا اغلى شيء، اغلى شيء موجود. يا حته مني يا سكناني، يا محوطاني وما غيرك، وانا لا جاحد ولا نمرود، يا اغلى شيء موجود. We'll be right back.
عمري عليكي ما استأخرهوش، لو ده اللي حلتي ما أخرهوش، عمري عليكي ما استأخرهوش، لو ده اللي حلتي ما أخرهوش، حبك في قلبنا أنا ما اخترتوش، حبك في قلبنا أنا ما اخترتوش، وده شيء لقيتني بيه لقيتني بيه لقيتني بيه كابوس، انا اللي بيك مغرم مهووس، وانت اللي في اغلى شيء اغلى شيء موجود، يا حتة مني يا سكناني يا محوطاني ومسكاني، يا حتة مني يا سكناني يا محوطاني ومسكاني، راجع اقول كتر خيرك ما قلتهاش مره لغيرك، وانا لا جاحد ولا نمرود يا اغلى شيء موجود.